مساء الخير. بعد ما افتتحت مهرجانات القبيات ليل الجمعة 5 آب، أحيت الفنانة نجوى كرم مهرجانات الحدد ليل السبت على طريقتها المعتادة، فولعت المدرجات، وإليكم بعض المقتطفات. نبقى ضمن مهرجانات الحدد، ولكن مع الفنان الشامل مروان خوري اللي سبق وأجرينا معه حديث مباشر ليل مبارح خلال نشرة فن الخبر، ولكن اللي ما شفناه هو الأجواء الرومانسية الطاغية على الحضور. خلينا نشوف ونسمع. ومن مهرجانات الحدد مننتقل إلى جزين اللي أطلقت مهرجاناتها السياحية مع احتفالاتها بعيد انتقال السيدة العذراء، فافتتحت المهرجان بعرض ترفيهي للأطفال على أنه تشهد الأيام المقبلة حفلات غنائية وأنشطة فنية وتراثية تمتد على طول الشارع تزامنا مع معرض خاص للمنتجات الجزينية الحرفية التراثية الزراعية والمون البيئية. هيدا مش كل شيء، وانما ختام الليله مع ضيعه حلوه من لبنان صار لها فتره عم تشهد نهضه سياحيه. كفر متى حضرت اكبر لوحه موزاييك بساحه كنيستها مصنعه من الصابون البلدي على امل انها تدخل بكتاب جينيس للارقام القياسيه. تفاصيل اكثر مع السيده كولت حداد. هيدا النهار كتير مهم لكفر متى، عم نعمل انجاز عالمي، عم نعمل اكبر موزايك صابون بألف من 35 الف صابونه، طول الموزايك 14 متر، عرض 9 امتار. هيدا الايفنت كله ريعه لدعم اعاده بناء كنيسه مار جورجوس. بيتخلل النهار نشاطات عديده، منا كرمس للاطفال، منا رفع اثقال محدله وجرن، ايضا طبخه صابون مباشره قدام الحضور كرمال نعرف العالم كيف بينعمل الصابون البلدي مع اهميته وفوائده الطبيعيه. هذا كان كل شيء بالنسبه لنشره فن الخبر لليله.